ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي 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 كلنا بنحبها، والاطفال والمدارس واللي بيشتغلوا كل حاجة. طبعا احنا عارفين ان ده موسم الفراولة، وكتيرة جدا جدا وسعرها حلو قوي قوي. احنا النهاردة هنعمل مربة فراولة. مربة الفراولة ما فيها يعني، مكوناتها سهلة جدا وبسيطة. كل الحكاية انها فراولة، سكر، وليمون. ازاي دي؟ اول حاجة هنعملها ان انا هجيب، هاخد كده الليمون وهجيب حلة كبيرة، هجيب حلة كبيرة قوي كده وافضي فيها الفراولة اهيت، حلة كبيرة نفضي فيها الفراولة بتاعتنا دي كده. لازم تكون الفراولة كمان متقطعة انصاص كده، انصاص او رباع اي حاجة، عشان خاطر هنبتدي نحط فيها السكر. السكر بقى اللي احنا بنحطه كل نص كيلو فراولة، كل كيلو فراولة عليه نص كيلو سكر. تاني، كل كيلو فراولة عليه نص كيلو سكر. انا طبعا هنا جايبة كمية، هبتدي احط كده اهو، انا جايبه كتير طبعا. ادي اول كيس، يبقى كل كيلو فراوله عليه نص كيلو سكر. زي ما احنا شايفين كده، طبعا كل ده هينزل مش هيبقى موجود، هو ده اللي احنا هنسوي بيه برضو في الاخر. تمام كده؟ هنعمل ايه بقى؟ اهي زي ما احنا شايفين كده اهي، بصوا لازم السكر ينزل في كل، هي كلها هتحلي بعضيها من غير تقليب من غير اي حاجة. الفراولة دي هعمل فيها ايه؟ الفراولة دي انا هحطها في التلاجة لحد بكرة، هغطيها بس كده بالستريتش ونسيبها في التلاجة لحد بكرة تاني يوم، وبعدين نبتدي اوريكم ساعتها احنا هنعمل فيها ايه بقى. بس لازم تبات لتاني يوم. ليه؟ هتصحي الصبح هتلاقي السكر ده كله مع الفراولة منزل صوص حلو جدا. الصوص ده هي اللي هتستوي بيه، يعني هتبقى فيها زي المية كده، فهو ده اللي هتستوي بيه. انا هاخدها واقفلها دلوقتي واحطها في التلاجة، وبكرة الصبح ان شاء الله اوريها لكم هتبقى شكلها ازاي، ونكمل السوا بتاعها. اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله. كده خلاص حطينا الحلة بتاعتنا او الحاجة الفراولة بتاعتنا في التلاجة قبلها بيوم. احنا بقى تاني يوم اهو دلوقتي، وبصوا بقت عاملة ازاي. الحلة اللي كانت مليانة قوي بقت خلاص نزلت، شوفوا بقت ايه، كلها بقى فيها، شايفين الصوص ده، شايفين المية دي اهي، بصوا الصوص بتاعها ده بالسكر هو ده اللي احنا هنسويه بيها. انا هحطها دلوقتي على النار زي ما احنا شايفين كده، هحطها على النار لحد ما تستوي. وكل كيلو فراولة، كل كيلو فراولة عليه نص كيلو سكر، وعليه نص ليمونة، نص ليمونة. انا مش هحط الليمون بقى دلوقتي الا لما هي تستوي وتقرب شوية مع السوا بتاعها. نبتدي احط الليمون للاخر لان احنا هوريكم، احنا هنسلقها دلوقتي نسويها، وبعد ما تستوي هنبتدي تكون يعني تخنت شوية، هنحط بقى معاها الليمون ونسيبها تتسبك شوية زي ما بيقولوا يعني كده، ونضرب حبة. خليني معاكم واحنا هنشوف واحدة واحدة. دلوقتي انا هروح اولع عليها على النار، واول ما تستوي هوريها لكم. احنا كده خلاص حطيناها على النار اهو، وهنبتدي نسوي فيها. اول ما هتستوي يعني هتبص تلاقيها ايه، نزلت لتحت كمان شويه، يعني الصوص ده بدل ما زي الميه كده يكون تخن شويه مع السكر. وبعدين نكمل مع بعض وهنشوف لما تستوي خالص قبل ما اعينها، هوريكم الخطوات الاخيره بتاعتها بتتعمل ازاي. تمام؟
دي الفراوله بتاعتنا، هتشوفوا بقى هي على النار اهي. بصوا بقت عامله ازاي، شايفين كلها بقت عباره عن صوص الفراوله، مبقاش حاجات بسيطه جدا اللي فيها اهي. عشان نخليها تبقى تخينه شويه بقى، اول حاجه هعملها ان انا هنزل هعصر فيها ليمونه اهي. هبتدي اعصر ليمونه عشان تديني الـ يعني ان العسل بتاعها ده يلف معايا شويه اهي. بصوا كده هعصر فيها ليمونه اهو. ليمونه زي ما قلنا كيلو نص، كيلو الكيلو فراوله عليه نص كيلو سكر وعليه نص ليمونه اهي. ما تنسوش ان انا معلش ما وريتكوش وهي بتستوي بيبقى فيه ريم ابيض لازم نشيله على قد ما نقدر نشيله. انا كده هسيبها بس ايه عشان اخليها تتخن شويه. هبتدي اعمل ايه، هجيب الهاند بلندر بتاعي وابتدي اضرب حبه منها مش كلها، حبه بس عشان الصوص بتاعها يتخن معايا. هبتدي اضرب شويه مش كله، اللي عايز يعملها كلها مره واحده ماشي، عايز يخلي نص ونص زي ما انا عملت كده لسه فيها تخينه اهوت لسه فيها. فانا عملت بس حبه منها عشان تديني سمك شويه لحد ما هي طبعا كده. انا هسيبها بقى دلوقتي لحد ما تتسبك خالص وتتخن معايا، وهوريها لكم ازاي نعرف انها استوت. هوريها لكم بعد ما تتعمل، وهوريكم ازاي تعرفوا انها استوت خالص مع التجربه برضو، وهنشوف هنعمل ايه. شايفين كده اهي استوت، اعرف مين بقى انها استوت. اخد حته على طبق كده واحاول ان انا اشوفها، استنى لما تبرد. طبعا انا كنت بعمل تجارب فيه، استنى لما تبرد خالص وهعمل بصباعي بس كده اهي. عايزه اوريها لكم اهي، هعمل كده شايفين، طالما ما راحتش الحرفين ما راحوش على بعض قوي دي كده هي خلاص استوت، كده استوت 100%. انا كده هطفي عليها اهو، طالما الخط شوف الخط ملمش تاني على بعضه يبقى كده خلاص المربى بتاعتنا استوت. لازم تسيبيه لما يبرد وبعدين تعملي التجربه دي. كده خلاص المربى بتاعتنا خلصت، نستنى بقى لما تهدى خالص ونعبيها في البطرمانات. البطرمان لازم البرطمان بتاع اللي انت هتعبي فيه لازم يكون ناشف جدا ويكون متعقم. ازاي؟ بتولعي البوتاجاز وتكفي البطرمان كده، بتولعي البوتاجاز وتكفي البطرمان كده على النار شويه من بعيد، تلاقي القلب بتاعه اتجفف خلاص بيبقى 100%. وتعبي فيه لازم تكون كل حاجه ناشفه قوي، حتى المعلقه او الكبشه اللي انت بتعبي بيها تكون ناشفه خالص على الاخر، وبعدين تروحي معبيه في البطرمانات. حطي في بطرمان على قد اللي انت هتاكلي فيه لحد ما يخلص، والباقي عبي اكياس مع بعضيها وحطيها في الفريزر احسن، لان اللي في الثلاجه من بره مش هتقعد معاكي كتير قوي يعني مده طويله، وخصوصا ان انت عامله كميه كبيره. يا دوبك تاخدي حبه البطرمان على قد اللي انت هتاكلي منه، والباقي عبي في اكياس وشيلي في الفريزر. لما تلاقي نفسك خلصتي البطرمان تخرجي الكيس وتفضيه في البطرمان هو هو تاني. والله والله جميله واحلى من بتاعه بره 100 مره، ونضيفه وغسلاها وزي الفل. هقول لكم ايه بقى، يا رب تكون عجبتكم وتكون الطريقه سهله، وانا هوريكم بقى في الصوره المصغره بتاعتي وانا معبيه في البطرمان وهتشوفوها. هي ما فيهاش حاجه تانية اكتر من كده. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك والتعليق، وهقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله في فكره جديده بطريقه جديده وباكله جديده، وتكون كلها على قد الايد. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.